النصيحة للقائمين على العمل التنفيذي هناك إيه؟ سرعة تنفيذ مخططات التنمية التي وضعت لسيناء بدءا من منتصفها وشمالها وجنوبها. هل يعني هناك بعض الأصوات بتنادي بتحويل سيناء إلى ثلاث محافظات؟ محافظة في الوسط دي يغلب عليها طابع زراعي، والجنوب سياحي، والشمال صناعي أو خلافه. يعني مش موافق على دي قوي. لأن سيناء تعداد السكان اللي فيها ضعيف جدا، إن أنا أعمل محافظة في الوسط وتعداد السكان يعني كم